مشاهدينا الاعزاء مساء الخير واهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج صحبه وانا معهم. الحقيقه النهارده برنامج صحبه وانا معهم النهارده هيتكلم في موضوع مهم جدا، هو موضوع الحاله النفسيه للاسره، الحاله النفسيه لمريض مرض كورونا، الحاله النفسيه للمجتمع حينما يتم او القول في عمليه ايه ان في وباء. عشان كده يسعدني النهارده ان انا استضيف الدكتور وليد هندي استشاري المخ والاعصاب وطب النفسي. وليد ابو الفتوح. وليد ابو الفتوح. وليد الدكتور وليد ابو الفتوح واسف فندم استشاري المخ والاعصاب وطب النفسي. طيب لكن خليني قبل ما اتحدث مع الدكتور وليد خليني ان انا اوجه بعض الرسائل. اولا احنا بنحيي القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي هو واخد يعني الحقيقه اهتمام كبير جدا بصحه المواطن المصري، وايضا ان هو بيبحث لنا عن حلول ان احنا ان شاء الله نخلص من هذا الوباء. ايضا بشكر ايضا الدكتور مصطفى مدبولي اللي هو رئيس مجلس الوزراء، الحقيقه يعني باذل جهد كبير جدا مع وزيره الصحه، والحقيقه يعني كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى ووزاره الصحه ووزيره الصحه باذلين جهد كبير جدا اضافه الى اللجنه المعنيه بمحاربه ومكافحه وباء كورونا. طيب إضافة إلى رجال الشرطة ورجال الجيش الحقيقة اللي قايمين بدور كبير جدا في يعني منظومة واحدة علشان نخلص من هذا الوباء. لكن اسمحوا لي إن أنا قبل ما أبدأ بكل ده وأكلم ضيفنا العزيز دكتور وليد أبو الفتوح خلينا أقول للناس بكرة شم النسيم. نعم بكرة إحنا دي عادة بنحتفل بيها من المصريين من أيام الفراعنة، لكن النهارده الصور النهارده اللي كانت على السوشيال ميديا بتأدي الزحام اللي على اماكن الفسيخ والرنجه والاخر والكلام ده كان شيء يعني مش مصدقين، يعني الناس تقول ايه لا احنا طب ما هو الدوله بتقول لنا اقعد في البيت خليك في البيت، طب انت النهارده رايح واقف والزحمه والطوابير بهذا الشكل وهذا الكم ليه؟ النهارده كمان في صور كانت نازله على السوشيال ميديا حقيقه انا مستغرب ليها، الصور اللي هي موجوده بتاعه يعني سوق السمك، سوق الاسماك اللي هي في سواء كان في اسكندريه او في بلطيم او 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 وكانت ازدحام كبير جدا اللي هي بورصه السمك. يعني يا جماعه يعني احنا بنناشد الناس اقعدوا في بيوتكم اقعدوا في بيوتكم، يا سيدي بلاش نحتفل بسم النسيم، سم النسيم ده احنا احتفلنا بيه مليون مره، مش لازم كمان الزيارات العائليه، مش لازم ان احنا ننزل المنتزهات، مش لازم نروح البحر، الكلام ده كله خلاص يعني ان الاوان ان احنا النهارده لابد ان احنا نقول ان خليك في بيتك، لان احنا بنمر بمرحله لازم ان احنا كلنا نتكاتف بيها، يعني زي ما احنا بنشوف يعني لازم الناس كلها تقعد في بيتها وتلزم بيتها لان ده هو ده المطلوب. فعشان كده احنا بنرجوكم ان بكره شم النسيم نقعد في بيتنا، مفيش زيارات ومفيش زيارات عائليه، علشان المرض ده بيجي يعني لو جه الواحد احنا مش عارفين اذا كان عنده ده مرض ولا ما عندوش، مش عارفين اللي احنا اللي بنسلم عليه واللي بنقعد بيه. يعني النهارده منظمه الصحه العالميه البروتوكول اللي احنا لحد الاول في ناس كتير جدا بتقول لي انت كل حلقه بتقول البروتوكول، ده في بروتوكول صحي، البروتوكول الصحي لازم يكون زي ما انا قاعد بيني وما بين الدكتور كده مسافه، في مسافه بيننا وما بين بعض، ده كانوا قالوا متر بقى دلوقتي خلوها خمس امتار، النهارده بيقولوا النهارده الحجز الطبي الحجز الصحي اللي هو طلبوا ان هو مش 15 يوم يخلوه 21 يوم، يعني ايضا ان يعني حاجات كتيره جدا في بروتوكول صحي لازم نطبقه، اي واحد يكون عنده سعال لازم يشوف الموضوع ده ايه، اي واحد سخونيته وصلت لفوق ال 36 لازم يشوف ده ايه، لازم نلبس الجان، لازم نلبس الكمامه، لازم كل ده نغسل ايدينا، كل ده مطلوب، ده في بروتوكول صحي مطلوب ان احنا ننفذه. فعشان كده يا جماعه ارجوكم 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 ارجوكم. طيب النهارده المخرج اسلام ان شاء الله هيحضر لنا ارقام تليفوناتنا على الهواء ان شاء الله بعد ما نرحب بضيفنا، وان شاء الله اي حد ليه حابب عن يتكلم عن المخ والاعصاب والطب النفسي والحاله النفسيه، لان احنا بنتكلم عن الحاله النفسيه والمزاجيه للمجتمع والمريض بمرض كورونا، وكل ده هنتكلم فيه مع الدكتور وليد ابو الفتوح. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا بيك. خليني ابدا بالبدايه اللي انا عاوز اقول الحاله النفسيه والمزاجيه اللي مع اي مرض، يعني بعيدا عن مرض الكورونا يعني او فيروس الكورونا، ايه الحاله المزاجيه بتكون للانسان، وخاصه بقى لو كانت الحاله المزاجيه
بالنسبه لوباء زي ده، وباء ما يعني ماشي بياخد الكبير الصغير، بياخد ما بيعرفش اي حد، ما بيعرفش غني ولا فقير، يعني ايه عنده كله سواسيه. هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك زي ما قلت في المقدمه، انا بضم صوتي لصوت حضرتك فكره ان احنا بنشكر القياده السياسيه على اهتمامها بالموضوع الكورونا، علشان خاطر نحاول كلنا نتكاتف ان احنا يعني نقضي على هذا الوباء اللعين اللي هو حصد للأسف ملايين من الناس في الفترة اللي فاتت، واحنا كلنا يعني ندعي ربنا ان احنا نقدر نسيطر عليه. الحاجة التانية فكرة الحالة النفسية او الحالة المزاجية، هو الانسان عبارة عن ايه؟ عبارة عن مخ، والمخ ده هو اللي فيه الدوائر الكهربية بتاعت المشاعر والاحاسيس. فيعني لو احنا يعني أصبنا هذه الدوائر الكهربية أو المشاعر الإنسانية دي، خلاص يبقى ما فيش إنسان. عشان كده مهم جدا مكافحة الفيروس، لأن هو عامل رعب للعالم كله مش في مصر بس، يعني عامل بانيك أتاك أو يعني رعب للناس كلها، لأن هو فعلا وباء خطير جدا. رغم أن نسبة التعافي منه، ودي حاجة يمكن لسه منظمة الصحة العالمية لسه يعني ذكرها في آخر تقرير، توصل ل 80%، وده رقم كبير. 80% تعافي، ده حاجة يعني كبيرة جدا، وده أمل يعني احنا كلنا بنسعى ان احنا نزوده أكتر من كده كمان. ولكن هي الفكرة في الـ 20% بقى. الـ 20% دول رقم مش قليل في العالم كله، فعشان كده احنا ندعي ربنا ان احنا نقدر نصد هذه الهجمة الشرسة اللي على الإنسان والحيوان. على فكرة هو مش بيصيب الإنسان بس، ده فيروس بيصيب الإنسان والحيوان الاثنين مع بعض. فعشان كده هو رقم 20% مورتاليتي أو إصابة، ده رقم كبير جدا من مجموع الحالات اللي موجودة دلوقتي. فطبعا إحنا بنحاول نتصدى ليه، عشان مش الإصابة الجسدية فقط، ولكن الإصابة النفسية. الإصابة النفسية دي بتأثر على بقية أعضاء الجسم، يعني النفس اتأثرت فكل الأعضاء بتبتدي تشتكي. فحتى الغير مصاب بالفيروس بيبتدي يشتكي، لأن هو الرعب اللي معمول من الفيروس ده بيصيب كل القطاعات، غني وفقير، لدرجة أنه هو أصاب رئيس وزراء بريطانيا. فيعني بكل بقى ما هو حواليه من الهالات والحمايات و و و، لكن الفيروس ما بيفرقش. طب دكتور، طيب يعني قبل ما اطرح عليك السؤال، معانا احد المتصلين، الاخ وليد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت واضح كده؟ واضح، اتفضل يا فندم. تبارك الله، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين الاول. اهلا وسهلا، انت طيب يا فندم. معلش يا دكتور، انا كنت اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، كان عندي كهرباء زياده عن اللزوم. تمام. وكان المجيد على طبيعه عشان نقرا. تمام. فكنت كشفت وتمام وخدت العلاج. فالعلاج ما اثرش معايا. تمام. فانا حاولت مع نفسي اهدى. وما اخدش العلاج ثاني نهائي. تمام. ولا اخد اي حاجه. تمام يا فندم. بس دلوقتي اللي بيجيني يعني حاجة صداع، ده حاجة غريبة. تمام. أنا ارتب دماغي، رأسي دي مفلوجة نصين. معلش أنا بكلمك، أنا صعيدي فاللغة بتاعتي صعيدية. أحسن ناس وأحلى ناس صعيدة، اتفضل يا فندم. الله يخليك يا فندم. اتفضل. فأنا دماغي لأنك مرتبة إيه؟ صداع حاجة غريبة. ثانياً الجسم كله بحس إن العظم متفتح. تمام. هو حضرتك عندك، حضرتك بتقولي كهرباء زياده في المخ، صح كده؟ طيب هو الكهرباء دي ما ليها علاج يا فندم؟ ما انا بقول لك كنت باخد العلاج وحسيت ان العلاج ما جابش معايا نتيجه خالص. قد يكون يا فندم ان العلاج اللي حضرتك كنت بتاخده مش هو العلاج المظبوط، او لو هو العلاج المظبوط الجرعه بتاعته مش مظبوطه. الله اعلم بقى، انا راجل مع شغل في الادويه، بس انا مشيت مع الدكتور، ودكتور كويس كان عندنا. تمام. من اسيوط. تمام. فاللهم صل على النبي، حسيت ان ما فيش. فانا نهيت من فتره العلاج وبقيت اعالج نفسي بالهداوه. كويس. فانا اللي بشكي منه دلوقتي موضوع الصداع، وبحس ان دماغي مره واحده فصلت كده، ولا عارف افكر ولا عارف اركز ولا اي حاجه. طيب هو انا نصيحتي لحضرتك ان حضرتك هتعمل رسم مخ، وهتشوف حد من الزملاء، بس مش اللي حضرتك كنت متابع معاه، مع زميل اخر،
ونعمل متابعه. لو حضرتك عايزنا اتابعك مفيش مشكله، رقمي موجود في الكنترول، حضرتك تقدر تاخده وتكلمني بعد الهوا ان شاء الله وانا تحت امرك. طيب ناخد الاخ صلاح، تفضل الاخ صلاح. الو السلام عليكم. عليكم السلام، بس كلمني من وطي التلفزيون لو سمحت. تفضل. ايوه تفضل امورك. والدتي بس كانت عايزه اتكلم حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. بقول لك انا دكتور وش في دماغي على طول، احط راسي على المخده اكدني حاجه وش كده في دماغي على طول مش بنام. تمام. حضرتك عندك كام سنه يا فندم؟ 65. حضرتك بتتعالج من اي حاجه مزمنه يا فندم؟ عامله استثار غرق صدري. اه لا انا اقصد يا فندم ضغط سكر. لا مفيش ولا ضغط ولا سكر. حضرتك قست الضغط يا فندم وتاكدتي ان مفيش ضغط؟ اه مفيش، هو على طول وش في دماغي. تمام، بس هي دي الشكوى مفيش حاجه تانية؟ لا. طيب هو قبل ما نوصل لمرحله المخ والاعصاب لازم نعدي الاول على دكتور الرمد ودكتور الانف والاذن يا فندم، لان هو قد يكون السبب حاجه في الانف والاذن والحنجره او حاجه ليها علاقه بالرمد. بعد كده المرحله اللي بعد كده عامله دكتور اتنين عدسات عينيا. اه يا فندم، ما هو قد يكون ده يا فندم هو اللي عامل المشكله، فاحنا عايزين نراجع بس حد من زمايلنا بتوع الرمد، اخصائيين الرمد، عشان خاطر بس يتاكد ان العدسات مظبوطه، قد يكون ده هو السبب. حاضر. بعد كده بنبص على مرحله المخ والاعصاب يا فندم. شكرا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. معانا احمد، اتفضل يا احمد. السلام عليكم يا دكتور. عليك السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كان عندي استشاره بعد اذن حضرتك، ممكن اقولها؟ تحت امرك يا فندم، اتفضل. الله يبارك لك يا رب، كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا فندم. حضرتك انا المدام عندي تتعب شويه وبعدين نزلت تجاوب بقاها كتير، فوديتها المستشفى قالوا لي حاله نفسيه. المهم اللي انا ربنا يوفق لي الحل، ورحت للدكتور في مصر في الدكتور شريف حمدي، فحضرتك قال لي التهاب في النخاع الشوكي. تمام تمام يا فندم. تمام. فالحمد لله دي نتيجه ممتازه، هي تاخد خبره 1000 بتاخد كبرى 1000 وبتاخد تريبتال 600 كويس حضرتك، وبتاخد حاجات علاج المناعه اللي هو النورام او النورام دوت 50 اميوران. اميوران اه تمام تمام تمام، فبتاخد علاجها كله مع المهدئات طبعا. تمام حضرتك. هي وانا عملت اخر تحليل قال الالتهاب يعتبر خلاص، الحاجات اللي فاضله خلاص الالتهاب النخاع الشوكي، وكان عندها التهاب في خلايا المخ وضغط المخ كويس، وهي الجنب اليمين عندها ما تقدرش تتحرك، ابتدت تقف وكل حاجه، بس لحد دلوقتي ما بيمشيش على رجليها. في الفتره الاخيره دي من ساعه ما ظهرت الموضوع الكورونا والدوشه دي تمام، فالحاله النفسيه عشان ابتدت تتفرج على التلفزيون طبعا وتتابع التليفون تمام، الحاله النفسيه عندها حضرتك عاد بيحصل تغيب. اه يعني ممكن تجيب لي حاجات من ايام الطفوله. تمام. ممكن حضرتك تتخيل ان هي قاعده ويا ناس ثانيه ساعات بتنساني، بتنسى الاولاد، حركه التشنج بتيجي. تمام. ابتدت تخف، ابتدت تيجي. هو طبعا الفكره ان حضرتك سؤال حضرتك في صميم الحلقه بتاعتنا النهارده هي فكره ان الحاله النفسيه نتيجه الخوف والرعب من موضوع الفيروس كورونا منتشر قوي دلوقتي بين قطاع كبير من الناس، فاحنا يعني بنناشد الناس من هذا المنبر الاعلامي ان احنا نبعد خالص عن الاثار السلبيه للاخبار. يعني النهارده الناس بتعمل فوكس وبتركز جامد جدا مع الاخبار السيئه. طب ما نبص على الجزء المضيء من الموضوع. النهارده احنا عندنا مساحه من الوقت، خصوصا ان الحكومه النهارده الحظر اللي هي عاملاه ادتنا فرصه كويسه جدا ان احنا نقعد في البيت، نقعد مع بعض، نشوف بعض، احنا ما بنقعدش مع بعض خالص. ففكره ان احنا يعني نقعد مع بعض ونبعد عن الاخبار السلبيه، نبص بقى للجزء الكويس من الموضوع، ان فكره ان مش لازم تفكر على الجزء السلبي وتقعد متابع الاخبار السلبيه، ما تبص على الناحيه الايجابيه. الناحيه الايجابيه ان احنا النهارده بقى عندنا مساحه من الوقت ان احنا نقعد في البيت مع بعض، افراد الاسره
استاذ طارق، افراد الاسره ما بيقعدوش مع بعض. بالتاكيد النهارده يعني الحكومه تفضلت بموضوع حظر التجوال ان هي فتحت لنا المجال ان الناس تقعد مع بعض، لكن الناس ما بتقعدش، الناس في الشوارع. لا، ما هو حظر التجوال بيمنع ان الناس تنزل في الشوارع. لا لكن لا لكن احنا بنتكلم كمان ان وجود الناس وقبل يعني في يعني النهارده لما بنلاقي سوق. اولا نشكر احمد على مداخلته، لكن انا هتكلم بس في الاستاذه منى معانا على التليفون. اتفضلي يا استاذه منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي. فضلك ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اتفضلي. هو انا عندي بنت خالتي، هي كانت بتشتكي من فتره انها مش بتعرف تنام كويس وكده. راحت لدكتور، يعني ما اخدتش الدواء مظبوط، دكتور نفسي كان. فبس بعد كده الحاله اتدهورت يعني، وبقت رافضه الاكل وانها تتكلم مع حد او تنام او تاكل، يعني لدرجه انها ما بقتش تتحرك يعني. رحنا لدكتور تاني فشخصها ان هو اضطراب ادراكي، وقال انها تروح مستشفى وكده. مستشفى؟ بتحجز فيها، عشان هي كانت وصلت لمرحله انها مش بتتكلم مع حد خالص، مش قادره تمشي. احنا حتى طلعت عند الدكتور على كرسي. لا يا فندم، دي مش حاله حجز يا فندم. لا لا لا، مش حاله حجز يا فندم. حاله حجز؟ مش حاله حجز يا فندم، دي ما تتحجزش يا فندم. ليه؟ دي تتعالج من البيت يا فندم عادي. هي كانت قعدت فترة تتعالج من البيت، بس في البيت ما كانوش قادرين عليها انها تاكل او تاخد الدواء. طب هي اتحجزت يا فندم في حتة؟ طب لما اتحجزت هل اتحسنت؟ هي بص يا فندم، هي لما رحنا مستشفى يعني معروفة ليها اكتر من فرع. تمام. فالدكتور التاني شخصها ان هو اضطراب وجداني مش ادراكي. تمام تمام. وبرضه طلب انها تتحجز في المستشفى. تمام. وانه يعني ممنوع عنها الزياره لسه 10 ايام. وممنوع عنها الزياره كمان؟ سؤال يا فندم، هي كانت بتتعصب او بتكسر البيت او بتتخانق مع الناس او؟ مش بتتعصب، بس كانت رافضه الكلام خالص، بس يعني كان بيجي لها افكار انتحاريه، حاولت يعني مثلا ان هو تقول يعني كلام مش منطقي، وانها مثلا تمسك سكينه تحاول تقول لا. كده بقى يبقى تتحجز طالما وصلت للافكار الانتحاريه. انت ما قلتليش كده في الاول، طالما وصلت للافكار الانتحاريه يبقى الحجز بتاعها ده لازم، it is a must، لازم تتحجز. طب معلش بس، هو عشان فرق التشخيص بين الدكتورين في نفس اليوم، حد شخص ان هو اضطراب ادراكي واضطراب وجداني، انا بس عايزه افهم. ماشي. واذا كانت في الحالتين في نوع الاضطرابين يعني ده محتاج جلسات كهرباء في العلاج يعني في المستشفى؟ قالوا كده. يا فندم مفيش حاجه يا فندم اسمها جلسات كهرباء. المشكله ان الناس بتبقى واخده فكره عن العلاج النفسي ان احنا بنكهرب العيانين. لا، القصه مش كده. العلاج بتاعنا بيبقى دواء عادي بيتاخد زي اللي عنده مغص واللي عنده برد و وجزء من العلاج بتبقى جلسات نفسيه، بنقعد مع المريض وبنبتدي نناقشه في مشاكله والمحيطين بيه كمان، وبنناقشه في المشاكل النفسيه اللي قابلته واللي قابلت الاسره او الناس المحيطين بيه. لكن احنا مش بنكهرب العيارين ولا حاجه. لا، هو احنا احيانا بنحتاج نعمل جلسات تنبيه مغناطيسي للمخ، مش جلسات كهرباء. في فرق بين الاثنين. شكرا اخت منى. دكتور، يعني احنا بنتكلم، كنا بنقول ان الناس يعني انت بتقول ان حظر جعلنا ان احنا نقعد مع بعض ونشوف بعض ولا الاخر والكلام ده، حلو كتير جدا. طب ما الحكومه مديه بعض من الناس مديالهم ان هم ما بيروحوش ويشتغلوا من بيوتهم او كده، لكن للاسف الشديد احنا وجدنا ان الناس يعني بدل ما هو ياخد راحه نفسيه وراحه يبعد بعيد عن الاكتئابات ويبعد عن الحاجات دي كلها، بنجد النهارده في الشوارع. يعني انا ضربت على سبيل المثال النهارده بقول لك، لو بصينا على السوشيال ميديا كانت بنتكلم الزحمه اللي كانت موجوده على بتوع الفسيخ، الزحمه اللي كانت موجوده في في في, في الاسواق، يعني الناس برضو فيه. ولذلك يعني الحكومه مراعيه الناس عشان الظروف الاجتماعيه والظروف الاقتصاديه وسامحه فيه، لكن الناس مش مساعدين ان احنا يعني ان يساعدوا نفسهم من ناحيه ان الصحيه والناحيه النفسيه. هو استاذ طارق، بس هي الفكره ان المواطن المصري مواطن طيب وفطري الى حد ما، هو ما بيحسبش قوي المخاطر بالدرجة اللي هي المفروض تتحسب بيها. فهو بياخد الأمور على الفطرة كده وبينزل ويروح ويشتري ويعمل وكلام من ده. الحكومة طبعا يعني بتقوم بدور كامل، بدور كامل، أقصى جهد عند الحكومة بتقوم بالحفاظ على المواطن. لكن المواطن المصري الفطري البسيط هو ما بيحسبش الحكاية دي. طب خلينا نتوقف بس معانا التليفون. سامح، اتفضل يا سامح.
ايوه معك يا دكتور. اتفضل. اتفضل. من فضلك بعد اذن سيادتك، انا كان عندي مشكله مع عائليه مع خيانه زوجتي من مضي اكثر من سنه. وساعه في الفتره دي كلها كل ما افتكر الموقف اللي كان حاصل ما بعرفش انام من اصله الا بعد الساعه 2 او الساعه 2 ونص، وما اعرفش انا اسال اذا خدت المنوم. فياريت سيادتك تقول لي على اي علاج بحيث ان هو يصلح الحاله المزاجيه بتاع دماغي، لان دماغي بقى جسمي بقى في نص جسمي. هو المشكله يا فندم فين بس؟ ايه الحدث اللي حصل؟ انا ما سمعتش كويس، ايه الحدث اللي حصل فبناء عليه حضرتك بدات تتاثر نفسيا؟ انا زوجتي وام الاولاد كانت اصيبت بكانسر وتوفت الله يرحمها. الله يرحمه. وجاي جماعه عرفونا على واحده ست تانيه اتجوزتها. تمام. والست التانيه ديت حصل فيها خيانه مع ناس مقربين لي. حصل ايه فعلا؟ حصل ايه؟ كل ما خيانه. الكلام بتاعها معايا والنظام بتاعها ايه؟ النوم لا يمكن يخش في النعمه من اصلا. حتى الاكل كنت الاول باكل كتير وباكل كويس، وشايف العمل بتاعي كنت نشط في العمل، ما عادش عندي قابليه لاي حاجه في الدنيا خالص. الف سلامة على حضرتك يا فندم. طبعا هو الموقف دوت هو عباره عن صدمه نفسيه او اصابه نفسيه نتيجة حدث. يعني احنا في حياتنا احداث بتحصل، حد فقد حد عزيز عليه، توفى او حادثة او او او، فالموقف اللي حصل مع حضرتك ده اصابة نفسية شديدة نتيجة حدث حصل في حياتك، وبدأ يغير الهرمونات والكيمياء بتاعت المخ، فبدأ الدورات بتاعت النوم اللي بتحصل في المخ بدأت تتلخبط، بدأت الحالة النفسية تتلخبط. فده بيبقى ليه علاج يا فندم. حضرتك هترجع بس للكنترول تاخد رقم تليفوني وتكلمني بعد الهواء، انا هقول لحضرتك تعمل ايه بالظبط يا فندم. طيب دكتور، يعني احنا كنت انت بتكلم من شويه بتقول ان الفكره شائعه ان احنا بندي جلسات كهربائيه او بنضربه بالكهرباء او او او, أو الى اخره. النهارده يعني التفكير المواطن النهارده عن الدكتور النفساني يعني يمكن نتيجه ان الافلام السينمائيه المصريه ادت شيء ان الدكتور النفساني ده ان هو دكتور بتاع العلاج المجنون اللي كذا واللي كذا واللي كذا، ما قالتش ان النفسيه، بعكس الافلام الاجنبيه اللي ادت صوره جيده عن الدكتور النفسي. يعني حتى لدرجه ان كان في فيلم اسمه المنزل رقم 13، وهو كان الدكتور نفساني كان واحد بيروح يتعالج عنده ونوموه تنويم مغناطيسي وعمل جريمه قتل، يعني ايه عكس الفيلم الاجنبي اللي كان بيوري ان الامور ما تمشيش كده. هو القصه كلها نظره المجتمع، يعني نظره المجتمع للطبيب النفسي بدات تتغير دلوقتي. يعني لو حضرتك تلاحظ كل التليفونات اللي جات لنا في منها كان شكوى نفسية، دول ناس مش مجانين، دول ناس عاديين وعاقلين وكل حاجة، ولكن تأثروا نفسيا نتيجة أحداث حصلت في حياتهم. لكن هم كويسين وبيكلمونا في التليفون اهو على الهواء، ما فيش أي مشكلة خالص. فهي نظرة المجتمع بدأت تغير أسطر من فكرة إن الدكتور المجانين اسمه دكتور المجانين، ده ما فيش الكلام ده دلوقتي، بدليل إن احنا شغالين يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله الدنيا ماشية كويس، والعيانين بيجوا وبيتعافوا من الآثار النفسية السيئة اللي بيبقوا عندهم. أصل أقول إن هي ثقافة المجتمع بدأت تتغير. الاعلام برضو كان ليه دور، فكره ان هو كان بيطلع في الافلام والمسلسلات كان بيطلع الطبيب النفسي ان هو مش طبيعي او بيعمل حركات مش مظبوطه او whatever. هي بس بياخدوها من ناحيه كوميديه، لكن هي الحقيقه مش كده. هو المرض النفسي ده يعتبر من اشد الالام اللي بتحصل على الانسان، لدرجه انها ممكن تاثر على حياته كلها، شغله، أسرته، بيته، حياته، يعني كل مناحي الحياة بتتأثر. غير مثلا ما واحد يبقى عنده مشكلة مثلا في المعدة، المشكلة العضوية دي مشكلته في المعدة، لكن هو بينزل وبيروح شغله وبيتعايش وبيتعامل مع الناس و و و، لكن المريض النفسي هو أشد تعبا وأشد آثار على نفسه وعلى الأسرة أكتر من أي حاجة عضوية. فهو نظرة المجتمع النهاردة بدأت تتغير. الناس النهارده ما بقتش خايفه او مكسوفه او whatever ان هم ينزلوا يروحوا للطبيب النفسي. طيب دكتور، خليني لما احنا بنتكلم على فيروس كورونا، يعني النهارده لما بيوصل ان الانسان بيبقى مريض، طيب
الانسان مريض ويوصل فيه ايه؟ هل بقى مطلوب من الاسره ايه؟ تعمل ايه لما يجي بقى الناس بيحوطوا عليه والناس بيبعدوا عنه ومش عارف ايه؟ كاني يعني ايه جرثومه ايه او وباء قاتل. ده شفنا دليل ان الناس اللي هم رفضوا ان احدى الدكاتره اللي ماتت وهي من اهل القريه رفضوا ان هي ايه تدفن هناك في الدقهليه. في الدقهليه. طيب خلينا ناخد معانا احمد اتصال. احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. معلش استأذنك اكلم الدكتور الله يصلح حالك. اتفضل اتفضل. سيادتك انا عند اخويا تعبان كان مريض نفسي. تمام يا فندم. تمام سيادتك. تمام يا فندم. كان قاعد فترة من ساعة الزلزال 92. تمام يا فندم. ياخد فهو تعب نفسيا واخد بالك من ساعة الزلزال دوت. تمام. فهو مشي بياخد فترة كبيرة بياخد الدباكين وكوجنتول و والهابيدول الابر. تمام. فبعدين في الفتره من فتره بسيطه كده من بص في رعشه عنده جامده قوي. طيب والدكتور زود له العلاج كاتب له على برايانيل. برايانيل. تمام. هو بقى دلوقتي المشكله دلوقتي في رعشه في ايديه. تمام. هو سؤالي هو من ساعه ما بدا العلاج هو كان بياخد علاج عشان هو تعب نفسيا فتعب حصل له ايه؟ بيجي له مثلا بيمشي في الشارع ما بيكلمش بيجي له بيزعق بيقعد يتكلم كتير بيتكلم في الدين يتكلم في اي حاجه. تمام تمام كده واخد بالك. هو العلاج بتاعه مظبوط؟ العلاج اللي بياخده ده علاج مظبوط ولكن قول لي جرعه الدباكين بس. بياخد جرعه الدباكين بياخد الدباكين 500 مرتين في اليوم. قرص وقرص؟ لا قليل. كان بياخد 200 ثلاث مرات في اليوم. لا 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 قليل. قرصين قرصين قرصين. لا لا قليل قليل. الدباكين كورونو الدباكين كورونو ال 500 ده ياخد منه على الاقل على الاقل قرصين الصبح وقرصين بالليل. لكن قرصين الصبح وقرصين بالليل. ايوه تمام. ولو ما تحسنش بعد شهر خليهم ثلاثة الصبح وثلاثة بالليل. طب والابره اللي هبيدول يا دكتور بياخدها كل 15 يوم ابره 50. مفيش مشكله مفيش مشكله مفيش مشكله دي مظبوطه. بالنسبه للرعشه الرعشه بتحس بيمسك الكوبايه وبتترعش. هتروح الرعشه هتروح اول ما ترفع جرعه الدباكين. يعني اديله الدباكين ال 500 ولا ال 200 يا دكتور؟ لا الدباكين الكورونو ال 500 خليهم قرصين الصبح وقرصين بالليل شهر. تمام. لو الرعشه فضلت موجوده زود قرص الصبح وقرص بالليل كمان. تمام يا دكتور. تحت امرك يا فندم. طب دكتور شكرا يا احمد. طب دكتور يعني نتكلم بقى ازاي الاسره والمريض لو حصل هذا المرض عند جه ايجابي مش سلبي ايه اللي ايه الاستقبال بيكون ازاي؟ هو دلوقتي احنا يعني من خلال هذا المنبر الاعلامي ومن خلال برنامج حضرتك احنا بنناشد الناس ان الناس تبقى على وعي وعلى درجه من الثقافه شويه ان هم لما حد يصاب بهذا الفيروس هو من نفسه يقوم بالعزلة وان هو يروح مراكز رعاية صحية. وفي دلوقتي الحكومة عاملة التحليل في المعامل المركزية موجودة البي سي ار. فاقصد اقول ان هم يروحوا يتأكدوا. يعني افرض واحد جاله دور برد انا اعرف ازاي ان دور البرد ده مش كورونا. انا اعرف ازاي الاعراض بتاعت الكورونا ثلاث كلمات بيبقوا واضحين. تعب شديد وارهاق عام في الجسم ادي واحد. اتنين. طب لا بس اتوقف عند التعب. التعب ده ممكن الانسان يكون تعبان اصلا جسمه يعني ايه تعب. هل ده تعب بقى استمرارية التعب ولا ان في يوم مثلا لاقي نفسه تعبان يبقى يقول بس التعب الشديد ده؟ لا هما ثلاث كلمات مع بعض. اول حاجة ارهاق عام وتعب شديد جدا. كحة ناشفة. كحة ناشفة وحرارة ما بتنزلش عن ال 38 او 39 ما بتستجيبش للحاجات العادية اللي هي الابيمول والحاجات العادية. ثلاث كلمات دول معناهم ان احتمال كبير ده يبقى كورونا. ممكن تبقى نزلة برد عادية. فانا لما الاقي الثلاث اعراض دول اعمل ايه؟ احلل اروح تحليل بسرعة. لقيت ان في مشكلة ولقيت ان فعلا الحاجة ايجابية بخش في المراكز الحكومة موفراها بتاعت الايه؟ الحجز الحجر الصحي. علشان احافظ على بقية الاسرة. ما اكيد الفرد دوت مش عايز امه مش عايز مراته مش عايز ابنه مش عايز بنته مش عايز ابن عمه يتعدي. فهو من نفسه يبقى فاهم ان الموضوع خطير. فعشان كده انا يعني اقول له روح مكان الحجر الصحي واقعد فيه
الفترة بتاعت ال 14 يوم بتوع فترة الحضانة بتاعت الفيروس وبعدين اخرج مفيش مشكلة. ناس كتير، انا بقول لحضرتك قلت لحضرتك في اول الحلقة ان نسبة التعافي 80%. فاقصد اقول ان الفيروس مش قوي، او بعد غير كده كمان ان حجر الصحي اللي انت خايف منه ما تخافش منه، لان ده امان ليك ولاسرتك والمجتمع. طبعا طبعا، انا النهارده لما يبقى عيان عنده اعراض شبه الكورونا او اشتباه كورونا او او او، احنا بنحوله للاماكن اللي هي بتاعت التحاليل المعامل المركزيه، بياخد المسحه وبيعمل البي سي ار بتاعه وطلع بوزيتيف، خلاص بيقعد في اماكن الحجر الصحي لحد اما الفتره تعدي وخلاص، وفي نسبه كبيره جدا بتتعافى. يعني الموضوع ما هواش في مشكله، بس احنا ناخده على يعني على طريقه المشكله جدا. لو وصل للرئه هنا بقى تبدا هنا التنفس الصناعي، يعني هنبدا بقى نخش في مرحله التنفس ايه والله الصناعي. انا هقول لحضرتك يا استاذ طارق، فكره ان هو بيخش، هو طبعا الفيروس ده مشكلته ان هو بيخش دايركت على الجهاز التنفسي وبيعمل اصابه في الرئه، ولكن نسبه كبيره من العيانين اللي بتخش على جهاز تنفس صناعي بتقعد فتره وبعدين بيتحسن ويخرج، مفيش مشكله. مفيش مشكله ان هو يقعد على جهاز تنفس صناعي شويه، المشكله ان العيان نفسه بقى يبقى هو عنده مشكله، ضغط، سكر، مناعه ضعيفه، في عوامل اخرى، لكن الفيروس نفسه هو فيروس مش قوي. هو الفيروس ده يعتبر من سلاله السارس ده كان ظهر، السارس واحد ده كان ظهر في 2003، كان برضو بيأثر على الجهاز التنفسي و و و. النهارده هم بيسموا الكورونا سارس 2. سارس 2 ليه؟ لان هو من السلاله بتاعته. يعني الار ان اي او الماده الوراثيه بتاعته جايه من السارس. هو بالمناسبه يعني فكره الكورونا اصلا دي ظهرت ازاي؟ يعني ازاي ظهر فيروس كورونا؟ لو خلينا ناخد بعد ما ناخد سعديه. تمام، اتفضلي يا اختي سعديه. الو. ايوه اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي الدكتور. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا فندم. انا معايا بنتي وحيده وعندها فصام. عندها الفصام. فصام اه، تمام يا فندم، تمام. ورافضه تاخد العلاج خالص. هي عندها كم سنه؟ عندها 37. بقى لها قد ايه عندها فصام يا فندم؟ السنه الثالثه دي، كملت 3 سنين. يعني بقى لها 3 سنين عندها فصام وما بتاخدش العلاج؟ لا. طب ليه يا فندم ما بتاخدش العلاج؟ يعني ايه ايه؟ هي رافضه خالص فكره العلاج والدكاتره خالص. لا يا فندم، اللي لما يرفض علاج عنده فصام ويرفض العلاج ده لازم يتحجز يا فندم وياخد العلاج في المستشفى. ما يعني رافضه خالص، هي بص اكثر حاجه يعني رفضان انا وجوزها وقاعده في مكان لوحدها كده بعيالها. يبقى يا فندم لازم حد يضغط عليها يا فندم انها تتحجز. ما ينفعش يا فندم. حل ثاني يا دكتور، مفيش حل ثاني يا دكتور. حل ايه يا فندم؟ ما هي عندها فصام بقى لها 3 سنين، احنا عايزين نعالجها نعمل ايه؟ لازم تاخد الدواء. لازم يا فندم تتحجز يا فندم. لازم تتحجز. طبعا يا فندم، طبعا. تحت امرك يا فندم، تحت امرك. شكرا. طب نكمل يا دكتور. الفيروس بقى ظهر ازاي؟ فيروس كورونا ده ظهر ازاي؟ هو الفيروس بيعيش في سلاله من الحيوانات اللي هي زي الخفاش او الخفافيش. المشكله مش في الخفاش نفسه، المشكله ان القصه بدات ان خفاش في الصين في المدينة اللي اسمها يوهان الخفاش عض قط بري فأصاب القط البري. هم هناك في الصين بياكلوا القطط والكلاب والفران والخفافيش وكده، فالخفاش عدا القط البري، فالقط البري لما خد الفيروس هم بيقطعوا هناك القطط وبياكلوها وكده، فاتنقل الفيروس من الحيوان للإنسان. طيب سهل ان هو يتنقل؟ اه سهل ان هو يتنقل، لان القط البري ده عندهم حاجه منتشره قوي هم بياكلوها على طول. فظهرت اول حاله في يوهان من كده، قط بري كلوه فبدا ينقل الايه الفيروس، فبدا ينتشر بقى، لان مشكله اصابه الفيروس ده سرعه انتشاره ان هو يعني 100% اصابه. يعني ايه؟ يعني لو في 10 في مكان عندهم الفيروس يصيب 10 زيهم، مش 9، 10. الفيروس بيصيب 100%، ودي مصيبة. المصيبة التانية ان الفيروس بيقدر يعيش على الاسطح من 6 لـ 8 ساعات، ودي مشكلة كبيرة. مفيش فيروس عنده القدرة دي، يعني لو في حد في مكان عنده الفيروس وبدأ يعطس او يكح
الرذاذ اللي بيطلع من بقه فيه فيروس فبينزل على الاسطح زي كده. الاسطح دي بيفضل عايش عليها الفيروس من 6-8 ساعات. يجي حد تاني يمسك السطح ده كده فيبقى ايده فيها الفيروس. طب ماشي، ما انا ممكن ما يتنقلش الفيروس لو حطيت ايدي بقي او مناخيري او عناية، خلاص دخل عن طريق الغشاء المخاطي. فهي المشكله كلها في نقل الفيروس، بيتنقل بسرعه رهيبه. ليه؟ لانه فيروس بيعيش فترات طويله، بعكس مثلا فيروس الانفلونزا ما يقدرش يعيش كل الساعات دي. فعشان كده احنا دايما بنقول للناس في العيادات او في المستشفيات اللي احنا بنشوف العيانين فيها، بنقول لهم يا جماعه لازم نظافه الايد. نظافه الايد دي حاجه مهمه جدا. لذلك احنا دايما بنمشي بالكحول وكده، ودايما بنرش وبنعقم وكده، حاجات زي كده، لان هو المشكله في دي، هي دي المشكله. وحتى غسيل الايدين يعني دايما يقول لك في 20 تقعد 20 ثانيه على الاقل تغسل ايدك كويس، وتحط ما بين ايه يعني الغسيل كمان، مش كده على لا خاطر، لان ممكن هو يكون ايه واقف ايه في جوه الإيدين. انا احيي حضرتك يا استاذ طارق على اثاره النقطه دي، لان نقطه مهمه جدا، ازاي نغسل ايدينا بطريقه صحيحه تقينا من الفيروس. اولا غسيل الايد بالميه والصابون بالظبط، حلو، وليها طريقه معينه. طريقه معينه ازاي؟ يعني مثلا ان احنا نشرح للناس دلوقتي ازاي نعمل الوقايه دي. اول حاجه انا بغسل ايدي كده ميه وصابون، واغسل ايدي كده 5 مرات، ادي واحده، وبعدين كده 5 مرات، وبعدين الناحيه الثانيه 5 مرات كده، بعدين بين صوابعي كده كده 5 مرات. كويس، فاضل الصباعين دول، همسك الصباع كده 5 مرات، والصباع التاني ده كده 5 مرات. كده انا غسلت ايدي زي ما هم بيقولوا في الاعلام والناس بتقول على الفيسبوك 20 ثانيه. ال 20 ثانيه دول ازاي؟ بالطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي، 5 مرات 5 مرات 5 مرات 5 مرات، حققت نظافه على اعلى مستوى. وتعقيم، التعقيم ده على فكره هو التعقيم الجراحي، يعني اي طبيب زميل جراح بيبقى داخل اوضه العمليات بيعمل كده عشان يعقم ايده. وبنشوفه بعد كمان بعد ما بيخرجوا من العمليات بتتقلع الجوانتيات وبيغسلوا ايديهم برضو بنفس ايه طبعا الطريقه، ايه بيعقموا التعقيم ده يعني. طبعا طبعا إيه؟ هي الطريقه دي هي الطريقه اللي بتخلي الايد تخلصت من الفيروس لو اصابته. ال5 مرات اللي انا قلت عليهم دول. طيب دكتور، الوهم اللي بيجي للبني ادم ان هو يعني ساعات الحاله النفسيه بتوصل ان هو ايه بيخاف، ان يقول لك انا مصاب بهذا الفيروس. يعني في ناس كثيره جدا، يعني انا شخصيا لما بتكلم عن نفسي يعني بخاف ان انا مثلا اقول يعني انا مثلا مره غسلت ايديا ونسيت، كنت دايما احط مناديل جنب عشان اقفل بيها الحنفيه، نسيت ان انا اقفل، لا ده انا جالي الفيروس بقى ومش عارف ايه وبتاع، يعني بيجي لي حاله الهس. طب واحنا ليه هنروح بعيد؟ انا اتكلم عن تجربه شخصيه ليا انا، واحنا قاعدين في البيت قاعد انا واخواتي واولاد اخواتي وكده، الحاجه ربنا يديها الصحه قاعده معانا، فحس بشويه كحه وكده، فبتسالني بتقول لي يعني انا بكح وبتاع، هو انا يكونش عندي كورونا؟ خدت بالك؟ فاقصد اقول ان الاتاك او البانيك اتاك او الرعب بدا يوصل لكل حاجه، يعني انا عشت تجربه، فاقصد اقول ان كل الناس بتعيش تجارب كده للاسف، لان هو فعلا الموضوع خطير، الموضوع مش سهل. فاقصد اقول ان البانيك اتاك او الرعب او الخوف بقى منتشر في كل حته. لذلك انا رايي ان الناس اللي يحس بالاعراض اللي انا قلتها في الاول اللي هي شبه الكورونا او قريبه من الكورونا يطلع على معمل التحاليل يحلل ويطمن على نفسه وخلاص، مفيش اي مشكله خالص. لكن احنا هنفضل عايشين في بانيك اتاك ورعب ليه؟ ما احنا الحكومه فتح لنا سبل ان احنا نقدر نستخدمها. اوكي جو اهيد، روح ده انت بتقي نفسك وتقي بقيه الاسره بتاعتك. فانا كان وجهه نظري برضو فكره ان احنا عندنا فرصه بالظبط، فرصه نستغلها. لازم نستغلها، لازم نستغلها، ان الحكومه فتح لنا ابواب كويسه. النقطه الثانيه ان هي بتعمل علينا حظر ان احنا نقعد في البيت فنقدر نلتقي بالاولاد الصغيرين اللي ما يعرفوش اي حاجه، يعني الغياب الاسري اللي كانوا مفتقدينه. أيوة. نرجع تاني ليه بالظبط. فموضوع الفيروس ده
مش كله وحش، ده في جانب مضيء وجانب جميل. يعني ده ظهرت كمان حاجه كمان على السوشيال ميديا، المواهب، يعني ظهور ان الناس بتعمل اللي بيغني اللي بتاع، يعني ما احنا شفنا في ايطاليا كانوا على البلكونات بيغنوا مش عارف ايه وبتاع، ويقولوا نكت ويقولوا مسرحيات كويس. يعني يقيل ان روميو وجولييت اتعادت الثانية تمثيلها من البلكونات في ايطاليا كويس. يعني حاجات كلها، وهم حتى مهما عملوا في ايطاليا مش هيجوا زي المصريين. المصريين هم اصلا بالفطره شعب لطيف ودمه خفيف، فهم احنا نقدر نعمل احسن من اي حد تاني. فانا قصدي اقول ان احنا لازم نستغل الوقت اللي الحكومه اديته لنا عشان نريح فيه، ان احنا نستثمر في الاسره في البيت، نقعد مع الولاد نشوف مشاكلهم، نقرب منهم، نسمعهم، نعلمهم حاجات جديده هم ما يعرفوهاش. وجود الاب كان غياب الاب طول النهار في طبعًا. الشغل او بين اصحابه في طبعًا. القهوه ولا الاخر والكلام ده كله، النهارده قاعد فيه يعرف ان ابني اذا كان بيذاكر او ما بيذاكرش، يشيل على الاقل العبء شويه من على الام، يعني يحس الولد ان ابوه موجود. يعني طبعا وجود الاب في وسط الاسره دي حاجه يعني مهمه جدا جدا جدا. انا حتى دايما اقول لاخويا كده، اقول له وجودك في البيت بيطمني. ليه؟ لان انت لما بتبقى موجود الولاد الصغيرين بيبصوا لبابا ان بابا ده بيعاقب، بابا ده بيعمل كذا. ماما بطبيعه الحال الانثى برضو قلبها بيبقى يعني رقيق برضو بتاع. يعني اصلا اقول ان الاب وجوده في الفتره دي حكومه ادتنا يعني هند ان احنا نقدر نستغلها. ليه احنا ما نعملش كده وننزل؟ ليه ليه ليه؟ طب دكتور خليني اسال، هو كان احد المتصلين كنت حضرتك كان في، ليه دايما الدكتور النفساني بيكتب حبوب منومه؟ يعني هل ده ما لازم في بالنسبه لما تكون حاله محتاجه الحبوب بيكتبها، ولا اني عشان يقول لك ما بعرفش انام مش عارف ايه والكلام ده كله ده؟ بص يا استاذ طارق، هي الفكره ان في بعض الامراض النفسيه ان ما كانش معظمها بيبقى ناتج من قلة النوم أو المرض النفسي بيأثر على النوم. يعني النوم قليل فعمل مرض نفسي، يا إما المرض النفسي هو اللي سبب قلة النوم. إذن النوم ده مهم جدا في المرض النفسي إن احنا نظبطه. لسبب، الدورات الكهربية بتاعتنا بتبقى شغالة كويس أثناء النوم. يعني وإحنا بننام المخ بيبقى فيه كيمياء معينة بدوائر كهربية معينة شغالة جوه المخ. هي دي اللي بتظبط بقية اليوم. فلو النوم فيه اضطرابات بقيه اليوم هيبقى فيه اضطرابات. لذلك الناس اللي بيعانوا من اكتئاب او توتر او فصام او لو انا ظبطت لهم النوم في بدايه المرحله العلاجيه تلاقي بقيه المراحل بقت ماشيه كويس جدا. فهي الفكره مش انا بدي له منوم. وبعدين في غلطه شائعه الناس بتقولها، منوم، احنا ما بنديش منوم. احنا بندي دواء يساعد على النوم، يساعد انك تبتدي النوم، يساعد انك تخش في النوم. لان النوم ده حاجه ربنا خلقها عشان ربنا بيحبنا، هو خلق لنا النوم ده عشان نرتاح. فلو انت ما عندكش نوم كويس او مش مرتاح في النوم هيبقى عندك مشاكل طول اليوم. طب خلينا نشوف هبه من الشرقيه. اتفضلي يا استاذه هبه، عاوزين نسمعك. لا تحت اتكلم الدكتور. اتفضلي دكتور. لو سمحت، انا والدتي توفت بس انا كنت متعلقه بيها يعني وكده، وبعد ما توفت انا اول مره اشوف حد متوفي، وأول مرة أحضر غسل وحاجة زي كده. تمام يا فندم. وبعد كده يا دكتور بصيت لقيت، حسيت بحزن شديد، وأهلي كان في مشاكل عائلية. تمام. وبعد كده ابتديت إن أنا أفكر في الموت، كل حاجة مش شايفة غير هو الموت، وحاجة زي ما أكون وسواس متعرفش في إيه، وخوف على طول. وأول ما بخاف بيحصل لي يا دكتور توتر عصبي ومش عارفة إيه اللي بيحصل لي. هو ده اللي انا كنت بقول عليه من شويه، فكره ان يحصل حدث في حياتنا، فقد عزيز، حد توفى، حصل حادثه، حصل كذا، واثر في نفسيتنا جامد لدرجه ان احنا مش قادرين نخرج بره الحدث ده. فاحنا بنبتدي نتدخل بالعلاج الدوائي، وده بيبقى لازم في الفتره دي ناخد علاج دوائي عشان خاطر يقلل الفكر او الافكار اللي هي السلبيه عن الحدث اللي حصل، عشان تبتدي تقل سنه سنه في لحد ما تتلاشى خالص وترجع حضرتك للطبيعه بتاعتك. فالموضوع اللي حضرتك بتحكي عليه ده حاجه معروفه جدا عندنا، هي اصابه او الصدمه النفسيه نتيجه حدث حصل. فحضرتك ممكن تاخدي علاج، مفيش اي مشكله، وهتتحسني. دكتور انا دلوقتي بقيت يعني حتى انا بقيت خايفه على كل الناس اللي حواليا، خايفه على عيالي طول النهار، افكر اقول ده هيموت، انا هموت. فكره الموت بقت مسيطره على حضرتك جامد جدا لدرجه انك مش قادره تتعايشي. انا فاهم، قادر افهم حضرتك. مش قادر يا دكتور. انا قادر افهم حضرتك. حضرتك تقدري تاخدي تليفوني من الكنترول، ويا ريت تكلميني بعد الهوا وانا هقول لك هنعمل ايه بالظبط. طيب
وصلنا لحتى دي على فكره الموت. يعني الانسان هل يعني الحاله النفسيه توصله لهذا الموضوع؟ اه طبعا يا فندم. النهارده هي شافت حدث الحدث ده اللي هو وفاه حد من قرايبها. فهي اولا شافتها وهي بتموت وحضرت الغسل وهي ما تعرفش حاجه عن الكلام ده. فالصوره المرعبه دي بدات تترسم في مخها وبدات تكبر لدرجه انها بقت تسيطر عليها. هي مش عارفه لا تاكل ولا تشرب ولا تعيش مع اولادها ولا جيرانها و و فبدا ياثر على النفسيه سلبا. زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه ان المرض النفسي مشكله رهيبه اكتر من المرض العضوي. المرض العضوي واحد معدته وجعاه بياخد برشام المعده بتخف، لكن بنزل بروح الشغل بتعامل بتعايش مفيش مشكله. لكن ده حدث حصل هي مش قادره تعيش حياتها. ودي مشكله يعني بتحصل كتير، دي حاجه كومن منتشره جدا وبنشوفها. وعلاجها ما هو صعب، بس بتبقى عامله بانيك اتاك او رعب شديد للمريض، ودوت بيبقى نتيجه الحدث اللي حصل. طيب انفصام الشخصيه، يعني ايه انفصام الشخصيه؟ هو فكره الناس بتتكلم على الفصام. فصام يعني حد بيبقى عنده افكار وهلاوس وضلالات افكار هو بيفكر فيها ما هياش مظبوطه. يعني مثلا عيانين كتير قوي بيقول لنا عندهم الفصام دوت، يعني في صوره بمنتهى البساطه ان هو بيبقى متخيل ان في حد بيراقبه مثلا، ان الناس عاملين له مكيده، ان كل الناس بتضطهده، ان انا عندي افكار مثلا ان انا مثلا ما حدش بيحبني، او مثلا الناس بتتآمر عليا او whatever. دي اسمها افكار او هلاوس بتصيب الانسان واضطرابات في العقل اللي احنا بنسميه الفصام. الفصام الناس بتقول الانفصام، هو مش الانفصام، هو فصام. فصام مش الانفصام. الناس بتقول ان الفصام ده الواحد ليه شخصيتين. لا، هو ملوش شخصيتين ولا حاجه، هو نفس البني ادم، ولكن بدا يطرا على مخه وعلى عقله افكار وهلاوس خليته يتكلم بطريقه يحس ان هو شخص غريب عليهم. فعشان كده قالوا انفصام اللي هو شخص تاني، هو مش كده. فالفصام ممكن بيكون الصبح شخصيه وبالليل شخصيه. لا يا فندم مش كده. لا، مش الصبح شخصيه وبالليل شخصيه. هو القصه ان العيان بيبتدي يهلوس. يقول لك مثلا انا مثلا رئيس امريكا. هو عنده هلاوس كده. واحد يقول لك مثلا، يعني حالات كتيره تجيلي العياده مثلا وشفتها كذا مره، واحد يقول لك انا المهدي المنتظر. هو نفس الشخص، بس هو عنده افكار وضلالات سيطرت على مخه ان هو بقى حد تاني. حد مثلا يخش عليا العياده يقول لي انا الناس اللي حواليا مش فاهميني. ليه يا حبيبي مش فاهمينك؟ يقول انا الاله، هم المفروض يفهموا ان انا الاله. هو دي الفكره الفصاميه، ان هو بدا يهلوس، يخش في ضلالات وافكار مغلوطه، وده بيبقى نتيجه لخبطه في كيمياء المخ. طيب دكتور، في النهايه يعني احنا عشان وصلنا لنهايه حلقتنا كده، ماذا تنصح الاسره والمجتمع والمريض بمرض الكورونا؟ هو انا يعني من هذا المنبر الاعلامي انا احب اشكر وزاره الصحه على المجهود الرهيب اللي هي عاملاه في الكنترول على هذا المرض الفظيع اللي هو انتشر عندنا للاسف. فاتمنى ان الناس تساعد الحكومه في انها تلتزم بحظر التجوال وتلتزم بالكمامات والجوانتيات او الجلافز، ودايما يبقى معانا كحول عشان خاطر نقدر نساعد الناس دي اللي هي بتبذل مجهود جامد جدا في ان هي تحافظ علينا. فاحنا نديهم بس الايه المساعده يعني، وان لبدنك عليك حق، فلازم يعني ان احنا نخلي بالنا. طيب دكتور وليد ابو الفتوح، استشاري المخ والاعصاب والطب النفسي، بنشكر حضرتك يا فندم على تواجدك معانا. والحقيقه كانت حلقه متميزه، وكانت ردود الفعل للناس يعني ايه مداخلاتهم وكلامهم ده يزيد ان احنا نقول ان احنا ان شاء الله نلتقي في حلقه ثانيه ونتكلم فيها اكتر واكتر. انا اللي متشكر يا استاذ طارق، وانا بشكر حضرتك على الحلقه دي. شكرا يا فندم. مشاهدينا الاعزاء، طبعا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، وطبعا بالتاكيد طبعا زي ما قلنا في البدايه ان احنا بنوجه التحيه للقياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل العاملين في وزاره الصحه على راسهم الوزيره هاله زايد. وبنقول كمان ان لابد نحيي الشرطه والجيش اللي هم باذلين جهد كبير جدا. ايضا نقدم التحيه ايضا للجيش الابيض اللي هم اطباء مصر. اطباء مصر حقيقه كلهم
اللي احنا بنحييهم وبنقول لهم شكرا على مجهوداتكم اللي انتم بتبذلوها. قدمتوا ضحايا وقدمتوا شهداء في معركة الوباء كورونا، والناس مش هتنساكم ابدا. وطبعا لابد الناس تساعد الاطباء مصر ان هم يقوموا بمهامهم، ولابد زي ما احنا بنشوف في العالم الناس بتحييهم ازاي وبتسقف لهم ازاي وواقفين معاهم ازاي، احنا مش اقل من هؤلاء الناس. يعني احنا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقول اللي قدم لي هديه فلابد ان انا ارد له الهديه دي اللي احنا ايه اللي قدمها لي. فيعني احنا لازم ان احنا الهديه اللي بيقدمها لنا الاطباء ان هم بيكونوا من الاسباب اللي بعتها لنا ربنا علشان يعالجونا، ولابد ان احنا نتيح لهم ايه هذه الفرصه. مره ثانيه وثالثه بنقول شم النسيم، اقعد في بيتك ما تخرجش، بلاش زيارات، مش شرط نروح المنتزهات او الشواطئ والبحر والكلام ده، كل ده خليك في بيتك والزم بيتك، لان مهم جدا ان انت تلزم بيتك في المرحله ايه القادمه. بشكركم والقاكم ان شاء الله عن قريب باذن الله في حلقه جديده من برنامج صحبه وانا معكم. هذا هو طارق عبد الجابر يقول لكم في امان الله، وتصبحوا على حب وتصبحوا على خير وتصبحوا بدون وباء فيروس كورونا. شكرا لكم.